بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. استعرضنا في الدرس الماضي طائفة من الآيات التي تتحدث عن التقوى وأهميتها، وهي الآيات التي يفتتح بها الإمام النووي عادة كل باب من أبواب كتابه هذا. وبعد ذلك تأتي الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادل العرب تسألونني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حديث متفق عليه. هذا الحديث يرويه الشيخان ورويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة: من أكرم الناس؟ من هذه في اللغة العربية تنطلق أو تنحط على الفرد وعلى الجماعة، فيمكن أن نقول من أكرم الناس عن أي شخص أكرم الناس، وممكن أن نقول من أكرم الناس أي ما هي الجماعة أي الفئة التي هي أكرم من غيرها. فمن تحتمل إذن أن يعبر بها عن الواحد وعن الجماعة. لذلك وقعت الشبهة في هذا السؤال، وأجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كما رأيتم. في المرة الأولى قال: أتقاهم، من أكرم الناس؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أتقى الناس هو أكرمهم. كيف هذا؟ معنى الكرم الخير الكثير. وإذا قلنا فلان كريم، أصل هذه الكلمة تعني أنه ذو خير كثير. وإذا قلنا فلان أكرم من غيره، أي إنه ذو خير أعم وأكثر من غيره. هذا معنى الكرم الخير. وللخير معان عدة وأنواع كثيرة. فإذا قال أحدنا: من أكرم الناس؟ أي من هو الرجل الذي يشع منه أكثر أنواع الخير ويتجاوزه إلى غيره ويستفيد الناس منه
سواء من عطائه او من خدماته او من نصحه او من معوناته المختلفة. من هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اجاب فقال: اتقاهم. اتقى الناس هو اكرم الناس. هل الامر فعلا كذلك؟ نعم هو فعلا كذلك، لان الانسان اذا كان متقيا لله، وقد عرفنا معنى التقوى في الدرس الماضي، عرفنا ما معناه وذكرنا باختصار ان التقوى عبارة عن ان يضع الانسان بينه وبين سخط الله عز وجل وقاية او حاجزا. فاذا اتخذ الانسان لنفسه وقاية من سخط الله فهو المتقي. وكيف يتخذ الانسان لنفسه وقاية من سخط الله؟ بماذا؟ باتباع امره والانتهاء عن نهيه والاكثار من ذكره والدوام على شكره، هكذا. فاذا كان الانسان بهذه الشاكلة، بهذا المعنى الدقيق من تقوى الله سبحانه وتعالى، كيف يكون حاله مع الاخرين؟ لا يبخل بعطاء من مال اكرمه الله عز وجل به، لان تقواه لله تدفعه الى ذلك. ولا يمكن ان يبخل بشيء من ماله امام حاجة يراها وقد تلبس بها احد من الناس من حوله. هذا المتقي لله لا يضل بنصحه تجاه احد من الناس ابدا، لان تقواه للباري سبحانه وتعالى تقتضيه ان يكون ناصحا. ذلك لان عرفنا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين النصيحة، يعني العمود الفقري للدين على اختلاف احكامه وفروعه وادابه، هذا العمود الفقري بهذه الاجزاء الكثيرة من الاحكام يتمثل فيه النصيحة، نصيحة الانسان لنفسه، لمن يلوذ به، لعامة الناس ولائمتهم. فاذا كان هذا الانسان متقيا لله فلم يضن على اخوانه الذين من حوله بنصح، هذا نوع ثاني من الخير يتعداه الى الاخرين. هذا الانسان المتقي لا يمكن ان تخشى جانبه، ولا بد ان تطمئن اليه كل الطمأنينة. اذا عرفت انه مؤمن قد سبقت التقوى ايمانه بالله عز وجل، ويكون هذا الانسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من يأمن ان جاره دوائقه، جاره الذي برزقه يأمن دوائقه، ان يطمئن الى حسن معاملته معه وحسن سلوكه له، وانه لا يغدر به ولا يخونه. اذا هذا نوع ثالث من الخير يأتيك من الانسان المتقي. الانسان الذي يتقي الله عز وجل لا يضن باي خدمة بدنية يقوى عليها لعامة المسلمين او خاصتهم، تقواه لله عز وجل تحمله على ذلك. نعم، وهذا شيء معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم اوضح ان الصدقة لها معان كثيرة، لما قال بعض الصحابة في الحديث الصحيح لرسول الله: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ونعم يزيدون يعني يتفضلون بفضول أموالهم. نحن ما لنا أموال فما ذنبنا وما عذرنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل لكم الله ما تصدقون به في كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وتحميدة صدقة وتعين أخاك على دابته فتحمله عليها صدقة، تميت الأذى عن الطريق صدقة، واللقمة تضعها في امرأتك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة. فإذا كان هذا الإنسان متقيا الله فلن يضم عليك بخدمة من هذه الخدمات كلها نعم. إذا فعلا صدق رسول الله. من أكرم الناس؟ أي من أجزلهم عطاء ومن أكثرهم خيرا. خيرا لا يتمثل في المال فقط، يعطي من ماله، من بدنه، من نصحه، من علمه، من قوته. يطمئن الناس أنه لن يغدر، لن يخون، لن يسيء، لن يمكر. من هو هذا الإنسان الذي تشع من شخصه هذه الخيرات كلها؟ مهما فكرنا وأيا كان المسؤول عن هذا السؤال، لو أراد أن ينصف في الجواب لم يتجاوز الجواب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتقى الناس، أكرم الناس بهذا كله. ونحن نعلم أن في الناس من هم مؤمنين بالله وفي الناس من لا يؤمنون بالله، أقل المراتب في الظاهر. ونعلم أن في الناس ملتزمين بأوامر الله عز وجل ومنهم من لا يلتزم. الناس فيهم الفاسق الفاجر والصالح والذي بين بين والملتزم وغير الملتزم، نعم هم شتى، فئات شتى، مختلفون. ولكن هؤلاء المختلفون كلهم لو أنك طلبت أو طلب منك أي واحد منهم أن تأتيه بأجير يشتغل عنده، بموظف يقوم ببعض الخدمات في مكتبه التجاري أو مركزه أو مصنعه أو مقر عمله أيا كان، فإنك إن سألته: عندي إنسان ملحد وعندي إنسان مؤمن متقي، هؤلاء المختلفون في مشاربهم، المختلفون في ربما دياناتهم، المختلفون في فسقهم وتقواهم واستقامتهم، هنا أمام سؤالك هذا كلهم يتفقون ويقولون لك: نريد إنسان متقي مؤمن. رغم أنه قد لا يكون متقيا مؤمنا، لأنه يعلم أن الذي يستطيع أن يطمئن إليه فلا يغدر، لا يخون، يشتغل بجد وصدق، نعم، لا يخيص به في عهد، يصدق ويخلص له فيما ينهض به من عمل، يأخذ ماله أو أجره الذي يتقاضاه حلالا. يعلم أن الذي يفعل هذا كله هو من؟ المؤمن الذي فسر إيمانه بتقوى حقيقية لله سبحانه وتعالى. هذا شيء مجرب معروف، لكنك تنظر إلى كل واحد منهم، قد تجد هذا فاسق، هذا ملتزم، هذا متدين، هذا نصف متدين، هذا ملحد. إلا أنهم جميعا يعلمون أن الخير والكرم في المعاملة لا يجتمعان إلا حيث يوجد التقوى. هذا
المعنى ما دام محل اتفاق، اذا ينبغي ان نعلم ان ضرورة الدين للمجتمع محل اتفاق، وانه لا يمكن اذا غاب الدين الحق للدين التقليدي ان يقوم مقامه اي شيء اخر. لو انك حشرت عقول الناس بالتربية ونظرياتها الحديثة والقديمة، ولو انك حشوت قلوبهم بالفلسفة والمنطق بكل افانينها القديمة والحديثة، ولو انك حدثتهم عن قواعد علم الاجتماع والحضارة والمدنية واصول التعامل والذوق والضمير وما الى ذلك، كل ذلك مجتمعا بعضه فوق بعض لا يغني امام طمأنينة الانسان الى شخص يتعامل معه، لا يغني عن الدين الحق وعن تقوى الله عز وجل ابدا. اذا لم يكن الانسان متقيا الله بالمعنى الذي ذكرته في الدرس الماضي ولم اعيد، اذا لم يكن متقيا الله ما الضمانة ان لا يسرقك؟ ما الضمانة ان لا يؤثر حظه على حظك؟ ما الضمانة اذا تعارضت مصلحته مع مصلحتك ان لا يبرر لنفسه بعشرين مبرر، ان يلقي مصلحتك تحت قدميه ويؤثر ذاته على ذاتك؟ ما الضمانة ان يعني لا يكون او ان يكون مقصرا تقصيرا ما فيما كلفته به من اعمال؟ ما في اي ضمان اطلاق. بعد زوال التقوى وبعد اعراض الانسان عن ربه وعن ان الله مطلع عليه، بعد هذا ما عاد في تساوي بين المجرم وغير المجرم. علميا هذا هو الواقع. واذا اختلفا فالاختلاف انما يكون تحت مظلة رقابة القانون. طالما في رقابة قانون السلطة التنفيذية هي التي تخي وهي التي تجعل هذا الانسان يبدو مثل ملك، لكنه طالما كان يرقب بطرف عينه القانون هو ملك. فإذا اطمأن إلى أن عين القانون قد ساهت عنه تحول في اللحظة التالية إلى شيطان. وينبغي ذلك لأن هو كان يخاف من السلطة التي تلاحقه، الآن ما في سلطة. إذا يعود إلى طبعه، الفلسفة تقول له والعلم يقول له والضمير أو ضميره الشخصي يقول له، ماذا تعني المصالح؟ مصالح الكون هي مصلحتك. وماذا تعني خدمتي لفلان ولفلان؟ هذا غباء. المهم ان اخدم نفسي، انا غير ما بيخدمني، وانا كمان لازم ما اخدم حدا غيري. القرش يكون حلالا اذا طالته يداك، ولن يكون حراما الا اذا قصرت يدك عن ان تطيله. هذا هو الحرام وهذا هو الحلال. عندما يغيب الانسان عن رقابة الحي القيوم عليه، ومن ثم يطوى بساط التقوى من مشاعره بالمعنى الذي ذكرناه في الاسبوع الماضي واطلنا الحديث فيه، بعد ذلك توقع كل سوء من هذا الانسان. والمنطق يقتضي ذلك، وهو يستطيع ان يناقشك في هذا الفهم. ومهما قدمت له واخرت المثاليات والضمير والذوق وما الى ذلك، يتغلب عليك بكلمته، يقول لك انا اريد ان اعيش، انا اريد ان اسعد كما يسعد فلان، من حقي ان اعيش مثله ومن حقي ان اسعد مثله. ولذلك كل هذا الكلام انا اضعه وراء ظهري وافعل ما يروق لي. طبعا متى يتقاصر؟ ان راى عقبات تخيفه في الطريق،
عقبات السلطة التنفيذية. فإن وجد أن هذه العقبات غابت أو استطاع أن يتحايل عليها، ما في يعني وسيلة من الوسائل التي تتربط بالمنحرف إلا وللمنحرف حيلة تغطي هذا التربص وتتغلب على هذا التربص. هذا شيء معروف. إذن جواب رسول الله دقيق جدا، أكرم الناس أي بالعطاء والخير والخدمة والنصح والرعاية وعدم الخيانة وكل إشعاعات الفوائد، أتقاهم. والنتيجة التي نأخذها من هذا الكلام أن الدين من أهم الضروريات التي لا بد منها للمجتمع. لكن إذا قلنا الدين فهذه الكلمة تفسر طبعا لا بالدين التقليدي. الدين التقليدي عبارة عن غطاء للخديعة والقناع، لكننا نعني بالدين هذا الدين الذي يهيمن على القلب والكيان فيحقق مراقبة الله التي شرحناها خلال دروس كثيرة، ثم تحقق تقوى الله عز وجل وتخلق الإنسان بهذا الشكل الذي نقول عنه الآن. هذا هو الدين الذي نعني، الإسلام الذي يدخل شعائه إلى طوايا النفس ويتربع سلطانه على عرش الفؤاد. قالوا عندما أجابهم ليس عن هذا نسألك، يعني هم لا يسألون عن شخص من هو أكرم الناس. ظن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنهم يسألونه عن الرسل والأنبياء، قال طيب أكرمهم أكرم الرسل والأنبياء يعني يوسف، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قبل كل شيء نستشكل هنا إشكالا ونجيب عنه بما فتح الله به ثم نشرح. أكرم الناس يوسف، إذا فهمنا أكرم الناس كلمة أكرم الناس يعني أفضل الناس، مشكلة. يعني هذا يعني أن سيدنا يوسف أفضل من سيدنا إبراهيم، وأنه أفضل من سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسائر الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبله والذين أتوا من بعده. وهذا مشكل، لأن في عندنا أدلة أخرى تتناقض مع ذلك. ولكن الحقيقة كلمة أكرم لا تعني بالمعنى الدقيق أفضل. يعني لو قالوا من هم أفضل لأجاب رسول الله جوابا آخر. أكرم، قل ما معنى الكرم الخير؟ أكرم الناس أي أكثرهم عطاء للخير، يعني إنسان حيثما وجد تجد أن الخير ينتشر من حوله وأن الناس يستفيدون منه، هذا معنى الكرم. فإذا قلنا هذا أكرم الناس كلام سليم، ولا يشترط أن يكون هذا دليلا على أنه إذا أفضل منزلة عند الله. لا، سيدنا إبراهيم المعروف أنه أفضل خليل الله سبحانه وتعالى، لكن المراد هنا أكرم، وهم يسألونه عن الأكرم، من أكرم الناس. سيدنا يوسف كان إنسانا اتصف بأنواع كثيرة من الخير تجاوزته لا إلى من حوله فقط، بل تجاوزته إلى أمة برمتها، من مظاهر الخير والبركة التي تجاوزته إلى الخاصة من حوله، سماء يعني صفه عن إخوته الذين آذوه. هذا من أنواع الخير، أي من أنواع الكرم، من أعظم أنواع الكرم أن تسيء إلى صاحبك
فيقول لك صاحبك هذا اذهب لا تثريب عليك فقد صفحت عنك. هذا الكرم قال العلماء هو اعظم من ان يكرمك انسان فيغدق عليك من ماله. وسيدنا يوسف اول نوع من انواع الاكرام، وفي مقتبل حياته حياة الشباب ماذا كان؟ الصفح عن اخوته، من مظاهر كرم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ان الله جعل يده مباركة وجعل عقله اقتصاديا واعطاه القدرة على ادارة الامور. من الذي انقذ مصر من براثن عهد مجدد وقحط محيط مطبق؟ سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى عزيز مصر الرؤيا التي خاف منها، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر ما هنالك من الرؤيا التي أخافته، وسأل الناس عن تأويل هذه الرؤيا فما أجابه أحد وقال له أضغاث أحلام، ثم جاء بمن؟ بيوسف عليه الصلاة والسلام. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلى آخر ما هنالك من ترتيب وخطة وضعها يوسف لهم بناء على هذه الرؤيا التي رآها، أي أن مصر مقبلة على سنوات هجاء، وأن الطريقة التي ينبغي أن نسلكوها هذه السنة سنة عطاء وسنة خير، فليجمعوا كل السنابل ولا يستحصدوها وليبقوا الحنطة في سنبلها إلا قليلا مما يضطرون إلى أكله في ذلك العام، فلا مانع أن يستحصدوه ويطحنوه ليأكلوا منه. هذا الباقي لماذا ينبغي أن يبقى في سنبله؟ حتى لا يفسد، وحتى يبقى سندا لهم عندما تأتي تلك السنوات العجاف التي رآها عزيز مصر في رؤياه ولم يعلم تأويل ذلك. وعندما رأى هذه القدرة عنده، والله عزيز مصر كل اقتصاديات البلد وكل إدارة تموين البلد، نعم، فأنقذ الله عز وجل ببركته مصر من سنوات محل قاسية شديدة جدا. هذا من الكرم أم لا؟ من الخير الذي أجراه الله عز وجل على يده أم لا؟ سيدنا يوسف كان صالحا متعبدا متبتلا، جعل الله من صلاحه وبركته مظلة واقية لمصر كلها. سيدنا يوسف بسبب تقواه الله سبحانه وتعالى استطاع أن يكون ذا خلق وذا صبر متين نادر، ضرب القرآن به المثل، اقتضى هذا الصبر أن يكرمه الله بأن يعيد إليه أبويه وإخوته وأن يبوئه عرش مصر، وأن يكرمه بكرامات أخرى لم يكن يتوقعها ولا يطمح إليها، وأن يكرم به مصر. هذا كله من مظاهر الخير الذي أكرم الله به أمة بكاملها، وهي من النوادر التي لم يؤتها أحد غيره. لذلك قال الرسول يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، قالوا أيضا لسنا نسألك عن هذا. عندئذ تنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنهم يعنون بقوله من أكرم الناس، أي من أكرم الناس من بطون العرب. الآن في العرب قبائل كثيرة وفي القبيلة بطون كثيرة، والعرب كانوا دائما يتباهون فيما بينهم
ويتنافسون، وكل قبيلة ترى نفسها خيرا من القبيلة الأخرى، وهذا شيء معروف كان في الجاهلية. فبقيت بواقي تساؤل عند المسلمين في هذا الموضوع، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال فعن معالم العرب تسألونني. إذا يعني قولوا أنكم تسألونني عن معالم العرب، إن كان فعلا هذا مقصودهم في السؤال. قالوا نعم. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة التي ذهبت يعني ما يشبه المثل: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيار الناس في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. كلام دقيق دقيق جدا. خيرية في ميزان الله واحدة قبل الإسلام وبعد الإسلام، لأن الإسلام ما جاء إلا ليتمم مكارم الأخلاق، والخلق الإنساني أمر فطري. تنظر إلى خيار الناس في أي عصر من العصور الشارد على الدين، مثل العصر الجاهلي قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا العصر في البلاد النائية عن الإسلام والرشد والهداية، مجاهل إفريقيا، أماكن كثيرة، أستراليا إلى آخره. نعم، انظر إلى هذه البلاد كلها وهذه الأمم، مقياس خيرية الناس في أثناء عماهتهم وضلالتهم هو نفسه مقياس خيريتهم تحت مظلة الإسلام. وليست هنالك مقاييس لأخلاق إنسانية خارج نطاق الإسلام ومقاييس أخرى لأخلاق إنسانية داخل نطاق الإسلام، لا هذا غلط. وما جاء الإسلام ليخترع لنفسه أخلاقا معينة، وإنما جاء لحماية الأخلاق الإنسانية الأصيلة الفطرية. فمثلا في الجاهلية الرجل الكريم ذي الشهامة ذي النجدة ذي الإباء ذي العفة، هذا الإنسان بهذه الصفات كان إنسانا يمتاز عن إخوانه الذين لا يتصفون بهذه الصفات. هذا الرجل في الإسلام أيضا يمتاز من بين إخوانه بهذه الصفات ذاتها، أي أننا لا نقول هذه الصفات كانت في الجاهلية فلا قيمة لها، وهي نفسها التي يتبناها الإسلام. والرجل الذي كان في جاهليته خائنا منحرفا غدارا، نعم بذيء اللسان، نعم لئيم الطبع، هذا الإنسان بأخلاقه التي انحطت به هو نفسه الذي تنحط به هذه الأخلاق ذاتها في الإسلام أيضا. لذلك تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يرى عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبا جهل يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه. معنى هذا الكلام أنه كان يرى في كلا هذين العمرين طباعا وأخلاقا سامية جدا، ما أجدر أن تتجه هذه الأخلاق فتدخل في تيار الإسلام والعبودية لله عز وجل حتى تعمل عندئذ هذه الأخلاق الفاضلة عملها في التاريخ بعد أن كانت تعيش على هامشه. نعم، هذا معنى قول رسول الله خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فكان من
يعني قضاء الله عز وجل أن أعز الإسلام بأحدهما، وكان هذا الواحد هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ممالح عمر وفضائله في الإسلام كانت كاملة في ذاته في الجاهلية، لكنها انتعشت بالإسلام وعرفت كيف تفعل فعلها في الإسلام. وهذا الذي نقوله عن شخص عمر نقوله عن كل فرد من الناس، لكن هذه الحكمة ما انتهت بعد، قيدها رسول الله بشرط. ماذا قال؟ إذا فقهوا، خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الإنسان صاحب الأخلاق السامية العالية في الجاهلية دخل الإسلام، دخوله إلى الإسلام يرقى بهذه الأخلاق إلى ذروة عالية جدا، كما ارتقت أخلاق عمر بن الخطاب فجعلته الإنسان الكبير الجليل في يعني جبين تاريخ الحضارة الإسلامية. لكن الفضل الأعظم كان لفقه عمر رضي الله عنه. الفقه هنا يعني المعرفة الدقيقة والملكة التامة في الشريعة الإسلامية، كما قال الإمام النووي في شرح هذه الكلمة، أي إذا علموا أحكام الشرع. إذا علم هذا الإنسان أحكام الشرع يوجه العفة التي يتمتع بها، الوجهة التي تقيده بها الإسلام، يعني هذا الخلق يتقيد بكوابح معرفة الشرع. الشهامة خلق رائع في ظل الإسلام، هذه الطبيعة الرائعة الشهامة تسير في قوالب النظام الإسلامي فتؤدي وظيفتها في المجتمع. الإباء، الشرف، الكرم، المجد، كلها صفات رائعة، لكن هذه الصفات الرائعة لا يمكن أن تعطي عطاءها ولا يمكن أن تساهم في بناء الحضارة إلا إذا وضعت في قوالب من النظام الإسلامي. هذا كلام دقيق وهام جدا. يعني مثلا الرجل في الجاهلية كان عنده صفة الكرم، وصفة الكرم محبوبة عند رب العالمين قطعا، لكن بما أن صفة الكرم هذه ليست ملجمة بلجام الشرع، ليست محددة بحد، لا تستضيء بنوره، كان هذا الكرم يشين، وكان هذا الكرم الرائع يؤدي نقيض ما يطلب منه. لما يجي واحد مثل حاتم الطائي فيذبح فرسه، نعم، ويخرج عن ماله كله في ظروف وضرورات، لو انه اصغى الى الدين لقال له الدين ابق عليك بعض مالك، فان وراءك من يلوذون بك ومن انت مسؤول عنهم. نعم، اذا كرم رائع، لكن بما انه ما في فقه وما في تقيد بضوابط هذا الدين، ما الذي حدث؟ حدث ان هذا الكرم شط وشذ عن ضوابطه. الشرف ما في اروع منه، والاباء شيء جيد جدا، لكن ينبغي ان يفسره الاسلام والعلم بالشريعه فيتقيد بحد ويسير ضمن ضوابط. اذا لم يتقيد بهذه الضوابط يحدث ما كان يحدث في الجاهليه، يرزقه الله ابنه، طيب هذا الرجل شهامته كثير عاليه عليه، بتخيل هذه بكره تكبر، والمجتمع العربي في الجاهليه فيه شذوذ كثير وخطف كثير واساءات كثير وما الى ذلك وحروب كثير، ومن نتائج الحروب الاسر، ومن نتائج الاسر الاسترقاء. بكره شو بده يصير ببنته؟ وماذا عسى ان يقول عنها وهي ابنته فلان؟ نعم،
يدعوه شعوره هذا الى ان يدفنها وهي في الحياة التامة الإنسانية السليمة من أجل أن لا يلحقه العار لسبب من هذه الأسباب التي يتخيلها. نعم، طيب هذا الطبع رائع جدا، لكن ذهب ضحية جهله بالإسلام. لو أن هذا الإنسان ضبطت أفكاره بدين الله عز وجل لتحول هذا الشرف الذي يسير عندئذ في اعتدال وفي خط من الضوابط، تحول إلى أداء مهم إنساني من أروع ما يمكن أن تكون. لما الإنسان يخشى على أسرته الفقر والعدم طبيعي، ولكن نذهب في هذا مذهبا آخر أيضا يبعثه على أن يدفن ابنته أيضا في الحياة، نفس النتيجة بهذا الشكل. طيب إذا هؤلاء يعني الناس في الجاهلية كثيرون منهم من العرب كانوا فعلا يتصفون بصفات إنسانية رائعة سامية، لكن هذه الصفات ذهبت أدراج الرياح. لماذا؟ لأنها لم تلجم برجام الفقه في الدين، فكانت الإسلام الذي جاء هو النجدة، أخلاق أرضية، أخلاق إنسانية جيدة صالحة، زائد نور الهداية الربانية كما قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. عندئذ تكامل الامر، اخلاق انسانيه رائعه وتفسير من الاسلام من كيفيه التعامل مع هذه الاخلاق، فكان من جراء ذلك العطاء العظيم الذي اقام هذه الحضاره الرائعه. لكن اذا لم يكن هنالك الفقه يتحول الامر وينتكس بل ينمسخ ايضا. واوضح مثال ما نقوله بين الحين والاخر، ما في انسان الا وعنده فطره النزوع الى الايمان بالله عز وجل، ما في انسان الا اذا كان ذا تفكير سليم عنده بداخل شعور نزعه شعور بان له ربا يجب ان يعبده، لكن هذا الشعور عم يلح عليه ويضغط على الإنسان: ابحث عن ربك الذي أنت عبده، بأي مدراس يهتدي إليه؟ شعوره عن الإبحاث. طيب عم يبحث، ما بده بروجيكتور، ما بده ضوء يبحث به عنه، ما هو الضوء الذي يبحث به عن مولاه؟ الفقه، الدين، الوحي من الله، هذا الذي قال عنه الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب النبي. ما في هذا النور، ما جاءه هذا النور، وفطرته تقول له ابحث، فطرته الإنسانية في أعماق أعماق نفسه تقول له ابحث عمن أنت عبده. أن يتلمس هيك بدون نور، وقعت إيده على الأصنام، قال أصلح لك، كان هذول ماشي حاله، هؤلاء هم الآلهة. ناس تانين حسب البيئة وحسب الظروف وحسب التاريخ الماضي، نعم البقر لسبب ما يؤلهون البقر، ناس ثانيين يؤلهون بشرا من الناس لانه عنده خوارق غريبه وعنده شغلات ما رأوها في غيره واحبوه حبا جما، فأله هذه الاشياء عن سخط وجهل. انظروا الى هذه القضيه، الخطوه الاولى صحيحه، وهي انما تمت بدافع من الفطره. الخطوه الثانيه غلط، لانها لم تاتي بواسطه رافد من نور الوحي الرباني. اذا فقه ما كان هذا القيد ما تحقق. نظير ذلك في دنيانا المعاشيه، عندما تجد في بعض ادغال افريقيا وجهات نائيه امم في غايه التخلف العلمي والثقافي، تجدهم
يتسلقون الشجرة ويقطفون من أوراقها ويأكلونها كما تأكلها البهائم. بشر يأكلون، موجود هؤلاء الناس. طيب لاحظ هذا العمل، هذا العمل في خطوته الأولى عمل سليم صحيح، لأنه عندهم فطرة إنسانية تلح عليك على كل منهم وتقول أنا أريد أن آكل، أنا بحاجة إلى طعام، لابد من طعام عظيم. طيب بيدور على الطعام، هنا لكي يبحث عن الطعام الناجح يحتاج إلى نور. ما هو هذا النور؟ الثقافة، العلم، ما الطعام الذي يفيد، ما الذي يضر، وأين يجد الطعام المفيد وكيف يحضره. هنا لا تكفي الفطرة، هنا نحتاج إلى الثقافة. الفطرة دفعته والثقافة تخلت عنه فوقع في هذا الضلال. هذا الكلام نفسه عن الدين تماما، لا فرق أبدا. الإنسان في أعماق قلبه فطرة تلح عليه تقول أنا مملوك لمالك، أنا عبد لرب، أنا ينبغي أن أدين له بالعبودية، من هو ينبغي أن أبحث عنه. هذه هي حكمة إرسال الله للرسل، من أجل إنجاب هؤلاء الذين تلح عليهم فطرهم في البحث عن إله خالق. طيب فلما الإنسان يرعي إلى صوت الأنبياء والرسل ويسمع فطرة زائد نور الوحي، ثم الأمر ينحل الإشكال. فإذا لم يكن هنالك وحي يصل إليه، أو لم يصل هو إلى هذا الوحي، أو كان بعيدا عنه، الفطرة تدفعه والجهل يدركه. يقول القمر إلهي، أو الشمس، أو زيت من الناس، أو توتم من الحيوانات، أو أي شيء يؤلهه فيقع ضحيه، كما وقع ذلك المسكين عندما كان يقتات أوراق الشجر ضحية جهله عندما دفعته فطرته إلى ذلك. إذن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سليما ودقيقا جدا عندما يقول خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقط فقم. هنا نختم درسنا بكلمة، بعض الناس الذين يعني يحبون أن يعظموا التاريخ العربي، ما في مانع منه، نحن كذلك، ويذهبون في تمجيد هذا التاريخ تمجيدا عظيما، ونحن أيضا نقول ذلك، لكن ينسون نقطة هي التي نبه إليها رسول الله عندما قال إذا فقهوا. إن العرب كانوا في الجاهلية جماعة، ما في ناس عندهم أخلاق أروع من هيك أخلاق، كانت عندهم طبائع عالية، حساسية، خلق كريم، كرم، شهامة، كذا كذا كذا، صحيح صحيح ثم صحيح. لكن ماذا أفادت هذه الأخلاق كلها؟ أهلكتهم بدلا من أن تصلحهم، وشردتهم بدلا من أن تجمعهم. لأن الخلق السليم إذا لم ترفضه ثقافة ووعي وعلم لا يفيد صاحبه شيئا، كما حصل إبان عصر العرب الجاهلي. طيب كانوا بهذه الأخلاق، لماذا ما بنوا لأنفسهم مجدا؟ لماذا لم تتحقق لهم حضارة؟ لماذا ذهبوا ضحية هذه الأخلاق الكريمة لهم؟ لماذا؟ السبب أنهم لم يفقهوا ولا قيمة لخلق إنساني مهما كان رائعا إذا لم تلقحه المعرفة الربانية. ولقاح المعرفة الربانية إنما يأتي بالوحي، مثل الشجرة المثمرة، في أنواع من الشجرة، من نوع الفستق الحلبي، ما بعرف إيش، بقى في بعض الجبال كذا، من يعطي ثمر؟ يحتاج للقاح، يحتاج للقاح. كذلك الخلق الكريم فطري، بده لقاح. الخلق الفطري زائد نور الوحي الإلهي يحقق أمرا رائعا جدا. وبعد أيها الأخوة،
قبل ان انهي الدرس. احب ان اوضح لكم اولا يوم الخميس القادم قد ابي فارجو المعذره وارجو ان نعتبر يوم الخميس القادم اجازه. يوم الاثنين القادم نعود الى الدرس لكن لا في هذا المسجد وانما في مسجد بنجز ان شاء الله. كتاب من مديريه اوقاف دمشق في الفتره تكلفني تكليفا رسميا لنقل هذا من هذا المسجد الى مسجد. هذه الحال لا يسعنا الا هذا التكليف. نعم وربما مصالح عامة في هذا النقل ولم مصالح فاجتمعت المصلحتان وبهذا مريحنا الذين نشعر انهم كثيرا ما يتضايقون لضيق المكان. اذا فدرسنا الاتي ليس يوم الخميس وانما هو ان احيانا الله يوفقنا يوم الاثنين مثل هذا اليوم في جامع بنجز. وارجو ان تخبروا اخوانكم وزملائكم حتى يعلموا هذا الامر والحمد لله رب العالمين.